يما ايه يا علوة؟ عمر عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله ما بينيبش حد خالص. ونبي علي لما تيجي المرة الجاية هاته معاك علشان عايز العب بيه شوية. تلعب بابني؟ انت فاكره دبدوب يالا؟ انا بحب الاطفال قوي يا علي. طب طالما بتحب الاطفال ما فرحتناش بعيالك واتجوزت ميسون ليه؟ ليه يا علي الشيرة دي يا علي؟ انا لو اتجوزت ميسون مش هخلف عيال، هخلف سلاحف. اه صحيح، والبلد مش ناقصه سلاحف. بس جميل يعني ما زعلش منك؟ ما عملكش حاجة؟ يزعل ازاي؟ ده انا المفروض اللي ازعل، كان هيورطني في اخته. بس ده كان هيروقك في الشغل يعني. انا مش عايز اتروق ولا بص علي، مش هصوم اصوم وافطر على ميسوم. انت فاكر نفسك ايه يالا؟ انت فاكر نفسك توم كروز؟ اصل انت مش عارف حاجة، ده انا الموزس بتموت فيا موت. واضح. اللي اقولها سامح، انا حاسس وانا داخل كده بنظرات غريبة من الناس وعمالين بيضحكوا عليا، هو في ايه؟ هقول لك، اصل جميل قال لهم ان انت طلبت اجازة وضع وطالب ساعة رضاعة وبتعمل شغل البيت. انا طالب اجازة وضع وساعة رضع فيها؟ هو قال لهم كده؟ عادي يا علي، عشت يا وحش. عشت يا وحش ايه ومنيلة ايه؟ بقى جميل مطلعني بيبي سيتر؟ طب والله العظيم لا انا موري. شفتي يا رجاء؟ شفتي علي سابني انا والعيال ما صحاش حد ونزل على الشغل من بدري، لا سلام ولا كلام. طب انت يعني زعلانه في حاجه؟ ازعله في ايه وانا في ايه يا حيل؟ بس ازعله، هو مش حاسس بيا خالص، مش بيشاركني في اي حاجه ولا حاسس ان عمر ما بينيمنيش. طب قولي لي بس انا ممكن اساعدك بايه؟ اتحرمش منك يا جوجو، بس انا محتاجه مشاركته، سلبيته دي تعبتني وتعبت البيت كله. احنا نحمل ونخلف ونتعب وهما ياخدوا لقب بابا على الجاهز. ممكن تشيل البتاعة دي لأن أنا تعباني أوي، حكاية عينك اللي عاملة كده دي؟ آه حاضر. ما أنتِ عارفة يوم ما ابنك يسقط يقول لك ابنك شايفة تربيتك، ويوم ما ينجح يقول لك طبعًا جيناتي طالع لأبوه. أبوه على أبو جيناته. إيه اللي أنت عملته ده جميل؟ أنت قلت للناس عليا إيه؟ أنا ما قلتش حاجة يا علي. مراتك هي اللي فضحتك، هي اللي بتطالب بمساواة الراجل بالمرأة خاصة في أجازة الوضع. يا سلام، أنت عايز تفهمني إن إنجي وهي مشغولة بالبيبي في البيت بتشتغل وبتكتب مقالات؟ يا سلام، وإيه الغريب في كده؟ ما معروف إن إنجي طول عمرها شعلة نشاط وتقدر تشتغل وهي في البيت. تشتغل؟ تشتغل إيه؟ تشتغلك طبعًا. إنجي يا بابا مريحة اليومين دول خالص. لعلمك بقى يا علي، كل زمايلك في الجورنال فاهمين ان انت اللي قاعد في البيت بالبيبي وانجي هي اللي بتشتغل. اه طبعا، وبرضعه كمان. بترضعه ازاي علي؟ ها برضعه طبيعي يا جميل، برضعه طبيعي. هكون برضعه ازاي؟ انت دماغك راحت فين؟ لا 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 لا، دماغي ما راحتش ولا حاجه، انا بس كنت بتاكد يعني. يا سلام، وانا بعرف اغير كفوله حتى. جمال يا يارا، ميدو، راحوا فين دول؟ الله، أكماليا! ليلى 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 يا ليلى، ليلى 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 يا ليلى. ولا دخلت سويت ساري عربي ولا ايه؟ كماليا! وشاروخان عامل ايه دلوقتي؟ كماليا! انا جيت يا اللي اتغشيت وعليك خشيت بيضة ومنصورة. ايه ده؟ ايه يا حسين؟ ايه الريحه دي؟ انا دخلت الحجز تاني ولا ايه؟ حجز ايه يا حسين؟ ده انا حاطه لك ازازتين برفان يا حسين. برفان ايه ده؟ ده برفان ايه؟ برفان جديد
اسمه سوبر سكسي. اسمه ايه؟ سوبر سكسي. لا تاني بقى. سوبر سكسي. انا عايز سوبر كرانشي، سوبر سوبريم، سوبر طشة بالخل والتوم والفتة والتقلية، وهيبقى سكسي برضو بالنسبة لي. فتة وتقلية ايه يا حسين؟ حرام عليك يا حسين، ده انا عايزة ادلعك النهاردة يا حسين. سنية سنسن كتلك. لو عايزة تدلعيني رش على نفسك طشة ملوخية كده هتدلعيني اكتر على فكرة، وطبعا مع الكوكتيل اللي انت عاملاه لي ده مش عاملاه لنا غدا. النهاردة هناكل دليفري، النهاردة الخميس يا حسين. ايه علاقة الخميس بالدليفري؟ ايه يعني فيها ايه؟ وهو يعني الحاجات بتاعت الخميس ما ينفعش تتعمل ويتعمل برضو جنبها الغدا؟ ما تخافش يا روحي، ما تخافش يا قلبي، بطنك دي لو ما شبعتش يا حسين ده انا اعمل لك لحم بانيه. لحم بانيه؟ ما تنسيش بقى تعملي جنبه شويه مكرونه. مكرونه؟ ومش عايز احلي يا حسين؟ اه دي فكره حلوه، نحلي. طالما هتعملي لحمك بانيه يبقى اعملي شعرك ده صينيه كنافه بالقشطه. روح منك لله يا حسين، اللي هترفع وتبقى قد عمود النور يا حسين يا ابني تمادر. ما اروح الم شعري. هل يدرك الرجل كم المعاناه والجهد الذي تبذله زوجته وهي تحمل ابنائه في بطونها؟ لا بطون ايه؟ التي محسن يصلح دي، وهي تحمل ابنائه في احشائها. احلى اقوى صح؟ في بطونها الشائها. وهي تحمل أبناءه في أحشائها 9 أشهر والرضاعة 2 عامين. هل يظن الرجل أن إجازة هل يظن الرجل أن إجازة الوضع استراحة ما أو رحلة ترفيهية، أم أنها وضعت من قبل إناسا يقدرون معنى أن تكون المرأة، أن تكون امرأة تحمل وتنجب أطفالا؟ يجب على الرجل أن يتحمل المسؤولية، يجب على الرجل أن يتحمل المسؤولية أكثر خلال تلك الفترة الصعبة على زوجته. يرددون أن الرجال قوامون على النساء. نعم الرجال قوامون على النساء، ولكنهم هل يعرفون معنى القوامة؟ يعني إيه قوامة يا مامي؟ قوامة يا حبيبتي يعني الراجل ياخد باله من الست. يعني بابي قوام؟ لا يا حبيبتي، أبوكي نوام. طب مش هتخليني اكتب معاكي بقى؟ يا اختي اكتبي الهوم ورك الاول، خلصي اللي وراكي لان ده شغلك. طب انا عايزه اساعدك. ساعديني في شغل البيت، شيلي عني عمر شويه وانا ابقى اساعدك في المذاكره. يا مامي انا زهقت من المذاكره، انا عايزه اتعلم صحافه. حبيبتي قلب امك، الجينات ابتدت تشد. انا عايزاكي تطلعي لامك، ها؟ تاخدي جينات الصحافه بتاعت امك مش بتاعت ابوكي.